السلام عليكم ومرحبا بكم احلى متتبعات قناه ام عثمان جيبات. اليوم ان شاء الله غنطبق معكم واحد الشكل ديال الشوشات بالطرز الرباطي. هذا الموديل البنات نقدروا نديروه في جلابه، نديروه كذلك. انا عجبني بزاف في يكون في شي لبسه، يعني لبسه روميه، يعني شي فيست، شي شوميز، يعني يبقى في شي حاجه بحال هكايا. اول حاجه البنات غنوريكم كيفاش كنصيب الخيط، كيفاش كندير ليه هذه العقده هذه. ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو. اول حاجه شوفوا معايا البنات كيفاش كناخذ الخيط هكا، وكنبقى ندور على صبعي بحال هكا بهالطريقه، يعني حتى كن ها نتوما نحاول ما نكونش مسرعه بهذا الشكل هذا، يعني كندور على ايدي، كنبقى ندور حتى كنشوف العبار اللي بغيت في هذه الشوشه كيفاش، واش عامره خفيفه. صافي بحال هكا، يعني كنحس القياس اللي بغيت خديته، كنقطع الخيط البنات، اما كنحيدو من ايدي وكنلويه، ولا من الاحسن ندير واحد العقده. كندير الخيط البنات بحال هكا الوسط، وكندير العقده بحال هكا، كنعقدو من الوسط، يعني كنحاول هاد العقده نثبتها مزيان. بهذا الشكل هاد البنات، يعني ملي كنعقدها هكا صافي كنخرجها من صباعي، شفتوا معايا؟ يعني العقده تعقدت هنا الوسط. وغنبداو على بركه الله في التطبيق. اول حاجه البنات غنخدم العليفات، بالنسبه للعليفات غنديرهم بجوج الالوان البنات. وبقى معايا البنات حتى تشوفوا الشكل الاخير ديال الرشمه كيفاش 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 غيجي. بالنسبه للاخوات اللي طلبوني على رشمه ديال طرزه السجاد ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبارطاجيها معكم، غير ماشي دابا بالبنات، اللون الموف. نركب اللون الأصفر
دابا البنات غنركب اللون الاخضر. البنات دابا هنا فين غتنتبهوا معايا الطريقه كيفاش غنخدم هاد الورده. شوفوا معايا الخيط كيفاش جات ليها البنات البلاصه. هذه هي العقده فين عقدت، هذه هي العقيده اللي عقدت، غنضرب فيها بحال هكا الوسط البنات. شوفوا معايا باش نثبت هاد الخيوطه باش مابقاوش يدوروا ليا. شوفوا معايا كلوي مزيان، نستعين بجوج يدين بهذا الشكل البنات، كلوي بحال هكايا باش كنتمكن انني نخدم. شوفوا معايا صافي كنطلق. حاولوا تتبعوا معايا مزيان البنات، راه هادشي ساهل. نبقاو متبعين حتى الاخير باش تشوفوا الشكل ديال الرشيمه كيفاش غتجي. باش حتى نتوما البنات اللي عندها شي بنيه صغيره ولا اللي عندها اللي هانيه يعني لنفسنا حتى حنايا نخدموا. بنات ولاو دابا واحد فيست كتخدمي تفصلي ثوب مليفه ولا ثوب فودان وديري فيه وريده بحال هكا كتجي فيست خطيره البنات. غناخد اللون الثاني، غناخد البنات اللون الثاني. علاش درت هاد العقده البنات؟ كتساعدني على انني نتحكم في هاد الشوشات بالطريقه اللي بغيت انايا. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا البنات، غناخد شوفوا كنضرب هنا الوسط بخياطه خفيفه كنهز ملي كن شوفوا معايا كنبدا نلوي بهذه الطريقه بحال كنبرمو البنات، كنبرم بحال كندير ليه البريم وكنجي فوق منه شويه. صافي دابا كنطلق، يعني ملي كنبرمو وندوز هذيك الخياطه، هذيك الخياطه هي اللي كتخلي الطرزه نتحكموا فيها ونتمكنوا منها اكثر. خلينا اخر لون هو الموف. شوفوا معايا البنات كنهز هذا كنجمع كل شيء الفوق البنات. هاد الموديل نقدروا نخدموه في مخدات، غير انا بجلابه بحال هكا ما غيعجب، يعني ما غيعجبكش تبقاي تدوري بجلابه بزاف بهاد الموديل هكايا. يعني انا كيعجبني كيكون في سيرفيات شي فيست شي مخده شي ميسع بنيات صغار. هكذا كنكون لصقت الشوشات بثلاثه بهم، ودابا غندوزو البنات كيفاش غنديرو لا فينيسيون كيفاش غنقطعو ليهم يعني مباشره بلا ما غنشوفو معايا. كنشد بايدي البنات بحال هكا كنجمع. شوفوا معايا البنات، كنتمنى الصوره تكون واضحه،
كنجمع كنختار الطول كيفاش بغيتهم، يعني الطول اللي بغيت وكنقطع بالمقص. شفتوا الشكل ديالها كيف جا؟ كذلك بالنسبه لهاد البنات، واحد الحاجه ثاني مهمه بالنسبه للحجم، هذه جا فيها جات عامره، يعني كل ما كانوا اللويات اللي كنت لويت في الاول عامرين كتجي الهدب ديال الشوشه كثير. نكمل هذه، كنحاول يعني ناخذ نفس العبارات. انا غنكمل هاد لاشيميز لافينيسيون ديالها ونخليكم مع الشكل النهائي ديالها. البنات هذا هو الشكل النهائي، غنحاول ندير لكم صوره عن قرب. شوفوا معايا كيف جات البنات، وهذا هو الدرس تاع اليوم. كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز الرباط المتقون مع ام عثمان زيدات.